ده احلى عالم. جماعة تجي انت طبعاً شوف قول شو طالع قلت له حبيبي ما بقى يعني ما بقى ما بفكر فكر بس بالشغل علي السؤال في افهم ليه ما عم بطلع بالطب شو بدنا ناكل هي انذار اني انا نومينه شو هو حبيبي ليه ما عم بطلع بالطب يا قلبي شو خص انذار قديش عم بطلع بالطب والله عم بتقدم بساطت انه امير قال لي انه بين عليك انه صار 20 سنه انه عندي كثير مبينه كثير مبينه ناضجه على التي في كثير كثير بينت ست ليدي اليوم اف واو طلع انا هيك اسمعهم الا سمعهم سمعهم الا والله العظيم ما فينا نحكي عن مسرح كمان كمان حياتي كثير حلوه حياتي كثير بكره رح تسمعي حالك انت وات ايفر شو الله شو شو اللي كان شغال بدي اسمعها بس بدي لو بحط لي ميوت وبحضرها انا بس عم برز كنت سو ليدي على المسرح ثانك يو عن جد كنت ذا ليدي حاسه بكره رح اسمع مصايف في التلفزيون بتعرفي شو هلا برمي ببيروت انا لو بينزل بقعدوني بس هلا على الروشه وفل لا وقبل الروشه وسيتونا بي في الصور حبيبي شوبينج شوبينج انا عارفه حبيبي عارفه يعني ايه شوبينج يعني هجيب بلاطين ما عادش عندي بلاطين زعلان مروان عشان ما طلعش طبقان انا زعلان لانه انا حبيبتي مروان بيفرح لي اذا انت طلعتي توب 1 بجد يا مروان ومروان بدي لك شغله انه مروان ما بعينه التوب 1 ما بعينه؟ ايه يعني مش بعينه انه هو يطلع توب 1 عينه بحاله هو شو ولا خبري خبريه ثانيه انه نحن ما بعيننا التوب 1 انا ملاحظه ان في نفسيات كده بتبقى عم ننسان بعرف ايه حسيت لا يا بنت الرجاء حالكم توعوا بقى من بين شهرين خلص انا هجيب لكم حاجات حلوه عشان تهدوا شوي اكثر اغاني يلي اكثر الستايلز يلي كثير صعب انك تتحكمي بالتيمبو هو الراب انت الحبيب هذا مسؤوليتك يس